يعني سيرينا نتوما عائلتو ما عندي ما نخبي عليكم. يوسف تقاص في ظهره بزاف وبالضبط في العمود الفقري، وهذا الشيء غادي يأثر على الحركات ديالو. شمازال غادي تشلل؟ مع الأسف هاد الساعة ما يقدرش يتحرك، ولكن الشلل ديالو يقدر يكون غير مؤقت. وهاد الساعة ما نكذبش عليكم ما كيبان لنا والو، ما عرفناش واش غادي يبقى يتمشى ولا غادي يتشلل أبي. شنو زعما ما كاين عملية دار ما كاين ترويض؟ شنو الصراحة الحالة ديالو ما كتحتاجش عملية جراحية. على إيه؟ أنا غادي نكتب لكم واحد الترويض وضروري خصو يتبعوا وما يوقفوش، وكل مرة يجي عندنا باش نشوفوا الحالة ديالو فين وصلت. الله يصبركم. شكرا. انا هنايا. لا لا ما في اخبارات، ما في اخبارات. نسرين فين هي؟ نسرين هي غير هنايا دابا تجي عندي. عاونها من النوط. امشي ولا امشي ولا امشي. خليك 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 الله يرضي عليك. خليك افتح يوسف ارتاح الله يرضي على ولدي. ارتاح ارتاح. كنحس برجلي يا عمي. خليك يوسف. ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو. الله يرضي عليك ما كاين والو ولدي. الله يرضي عليك ارتاح ارتاح. شو وقع للزلمه؟ ان شاء الله يكون خير والله. والله ما كان يقول لي شو خرج لي والد. الله يرضي عليك. شو خرج لي؟ هاي يوسف خليك هو. ما يقول لي شو خرج لي ودي كيف؟ ما يقول لي شو خرج لي.